ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي المنيو بتاعنا النهارده فيه تفاصيل صغيره وخفيف تقدر تعمليه في ساعه زمن زي البرنامج بتاعنا بالظبط. هنبدا مع بعض نشوف رز بالكبد والكلاوي، اكيد هنعمله بطريقه جديده. معانا كبد وكلاوي ضاني كندوز زي ما انت عايزه، كبد فراخ مفيش مشكله، المقادير على الشاشه. كبد كلاوي طبعا لازم يكون لونها احمر ولطيف، واقول لك على اسرار للكبد والكلاوي بس بعد ما نشوف المقادير. معانا رز مصري، معانا بصل وتوم، معلقه فلفله حلوه، مكعبين من الزبده، معلقتين زيت. طبعا اساس البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه كمون. حابه تحط شويه مكسرات ده بتاعتي كده، بس خلي المكسرات خلاص احنا بدايتنا بكره ان شاء الله هنحتاج للمكسرات في رمضان. كل عام وحضراتكم بخير. تعالوا نعمله مع بعض الرز ده بطريقه جديده. الكبد والكلاوي لما تيجي تشتريها لازم تكون لونها احمر باللطيفه اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه، وحذاري انك انت تغسليها بعد ما تقطعيها، يعني خدتيها كده وجبتيها من عند الراجل الجزار الراجل الطيب، ممنوع منعا باتا بعد ما تقطعيها تغسليها بميه. انا ضد لا، ولكن تغسلي البلانشه السكينه، تلبسي الجرافزات بتاعتك في ايدك علشان تاخديها من التقطيع على النار على طول. طب اغسلهاش ليه يا شيف؟ ده انا اشتريها من عند، لا وهي سليمه زي ما هي. لو هي مش متقطعه بتجيبي منديل او بتجيبي شاشه مبلوله ميه ساقعه من الحنفيه وتلمسي عليها كده وتمسحيها، انما انا احطها تحت حنفيه ميه سخنه بقى واغسل وادعك زي ما بعمل في الفراخ، ده ممنوع منعا باتا. هو ده اللي انا عايز اوصله لحضراتكم. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. هناخد البصله الناعمه دي كده او نقطعها شرايح كده زي الكبده بالشكل ده كده. معايا طاسه على النار شديده الحراره، وهنشوف ازاي نعمل رز بالكبد والكلاوي. طبق خفيف ولكن قيمته الغذائيه عاليه جدا بمكوناته بقى، اذا كانت الكبد والكلاوي اللي بنحبها طبعا، وكمان الرز نشويات وكربوهيدرات وبروتين حيواني والتوابل والبصل والثوم. انا حطيت دلوقتي شويه زيت، للامانه هحط مكعب زبده صغير، واخد البصله دي كده ايه ادلعها زي الفل. اللهم صل على النبي. على البصله لما تاخد لون الكرمله زي ما هي كده، هنجيب الكبد بتاعتنا والكلاوي بناخدها كده متقطعه من عند الجزار. ماشي قطعتيها انت ماشي، مش هو ده الموضوع. الموضوع ان انا ما اغسلش الكبد ولا الكلاوي يا اختي يا امي يا ست الكل يا غاليه خالص بعد ما اقطعها. حذاري، ليه؟ لونها هيتغير وشكلها هيتغير والقيمه الغذائيه بتاعتها هتقل، حاجات كتيره يعني. اشيل كل حاجه دي من هنا واحدة واحدة كده. القرن الفلفل الحار ده كده باخده. طبعا كل السادة المشاهدين دلوقتي الشطار في المطبخ هيقول لك الشيف المغازة هيعملها ازاي؟ هل هيساوي الكبدة مع الرز؟ هل البصلية دي طريقها على فين؟ البصلية تاخد لون كده كرملة، معلقة الزبدة هنا بتساعد على كرملة البصلية بتاعتي، بحط شوية البهارات الحلوين من البابريكا من الكمون على البصلة، شوية فلفل اسود على البصلة مش على الكبدة، الموضوع هنا مختلف. ها وشوية الملح برضو كده زي الفل، شوية كزبرة ناشفين على البصلة مش على الكبدة. حلو، واقلب كده تقوم البصلاية تاخد ايه اللون والطعم. دي مدرسة بقى اسمها المدرسة المغازية لعمل رز بالكبد والكلاوي، ودي أكلة لطيفة وجميلة أنا شخصيا بحبها، وخاصة الرز المصري بتاعنا لما ياخد الفليفر والطعم والجوسي بتاع الكبد والكلاوي بعد تسويتها. هنسيب البصلية تاخد لون كده، وناخد بعضينا ونجيب الكبدة دي كده نقطع عليها الفلفل الحار بالشكل ده كده، وكمان واحد معانا اللهم صل على النبي. ده مش سبايس قوي على فكره. هناخد الفلفل ده كده بايدينا ننزله كده على كده زي الفل يا عم الشيف، وشويه التوم الحلوين ينزلوا على الكبده يا عم الشيف، كمان نزود توم الله اكبر، معلقه فلفله حلوه
عالكبده يا عم الشيف. اهي البصلايه هنا في طريقها للكرمله والاحمرار. هنقلب دول كلهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك انت حاطه توابل على البصله، ففيش توابل هتتحط هنا. تحط الفلفل والثوم والفلفله الحلوه او الهريسه الحلوه الحمراء. اهي شفت الكبده لونها اتغير ازاي؟ حلوه قوي. دي مرحله تانيه بعد احمرار البصله. زي ما احنا شغالين كده زي الفل. طب نشوف البصله وصلت لفين؟ هو ده. معانا شباب يلا. شفت البصلايه؟ هي دي كده. ما اعمل ايه يا عم الشيف؟ لسه ما خلصتش. اللهم صل على النبي. تاني. وننزل يا عم الشيف. يلا يلا مع بعض، يلا مع بعض، يلا هو ده. الله. توابل ونقلبها. دي كبد كلاوي، واسيبها في النار يا عم الشيف تاخد لون بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. درجة حرارة النار هنا تكون سريعة، قصدي قوية، يعني ما نوطيش النار عشان الكبدة دمها ما ينشفش. نارك شديدة تحت الحلة أو تحت الطاسة اللي بتساوي فيها الأكلة. هغطيها للأمانة شوية واسيبها شوية مع بعض. تمام، حلو قوي. دي مرحلة خلاص خلصنا منها، الرز جاهز عندنا. إيه اللي هيتم بعد كده يا عم الشيف؟ قول لنا بقى، احنا كلنا منتظرين ايه اللي هيتم بعد الخلطة اللطيفة والكبد والكلاوي ما تستوي مع بعضيها، تبقى تقريبا تلات ارباع سوا. هنشيلها ونحطها في طبق جانبي وننزل الرز مكانها في قلب الطاسة او في قلب الحلة، والرز بتاعنا يستوي زي الفل. خلاص الرز استوى، بنعمل قالب لطيف وجميل. عندك قالب التشيز كيك أو صينية موجودة عندك، مفيش مشكلة حسب الرغبة. بتجيب الصينية أو القالب التشيز كيك اللي عندك، حاجات كده افتكاسة لطيفة وحاجة جديدة بتقدميها بشكل جديد. بتجيبيها وقالب التشيز كيك اللي بتعملي فيه التورتاية أو الصينية، أو مثلا صينية بتاعت بسبوسة أو صينية كنافة، بتبدأي تحط الكبد والكلاوي وفيها الرز وتدخليها الفرن. هتتفرجي عليها وتعجبك دلوقتي على فكرة، ودي فكرة جديدة وهتبان بشكل جديد على السفرة. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. نبص على الكبد والكلاوي، اللهم صل على النبي على الريحه. انا عايز شويه الجوسي او شويه الشوربه اللي نازلين من الكبد والكلاوي دول، عايزهم، محتاج لهم دول انا. حلو، بص عليها كده. يلا، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ بصلايه مدلعه، قرن الفلفل الحار، الكلاوي خلاص استوت، في بركه في قلب الحله. هي دي بركه. سر في أكلة أمي البركة، إنك أنت بتعملي الحاجة بحب وعاملة الحاجة عارفة إن الحبايب والقرايب والجيران هياكلوا منها. تعالوا ناخد بره مع بعض كده، نشيلها كده، ننشيلها كده في طبق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت بتشيلها بقى واحدة واحدة كده. الله عليك يا شيف، أنا أول مرة أشوف الموضوع ده، أنا ما كنتش بعملها كده. بالراحة كده. شويه الرز هينزلوا دلوقتي مكان تحمير الكبده والكلاوي، هيروحوا في مكان تاني خالص. الله، يعني نسيب شويه كده زي الفل. تمام، خلصنا كده. تمام، هنعمل ايه؟ نفس الحله نفس الطاسه. اهي اهي، نلم الدنيا كده وننزل بالرز بتاعنا. مدرسه يا مغازي، ونقلب كل ده مع بعضه. هي حله واحده اشتغلت فيها. احنا النهارده بنستعد، بكره الشهر الكريم كلنا بنتعزم وبنعزم. ميعادنا الساعه 1 ان شاء الله على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. الساعه 2، انا اسف، معلش، الساعه 2. شكرا يا استاذه رحاب. ميعادنا ان شاء الله بدايه من بكره الساعه 2 مع بعض على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. معلش، ريحه الكبده خطفتني وطعم الكلاوي، واقف قدام اكله يا اخوانا، يعني خلي بالكم قلب الصغير لا يتحمل.
نقلب كده. شفت حبات الرز اتغيرت ازاي؟ هو ده. الرز خد طعم الايه؟ كبد، كلاوي، البصلايه، شويه البهارات مكان تحمير البصله. حلو قوي، شويه قرفه حلوين، قرفة على الرز. جميله. فكري كده وانت بتغرفي شويه رز ابيض حلوين، رشه قرفه عليهم، رشه فلفل اسود عليهم، زي الفل. نعم يا غالي، انت ما تسيبنيش في حالي، دايما تسال اسئله بتعجبني والله بجد. قال لي ما حطيتش قرفه على الكبده ليه؟ ليه حطيت قرفه على الرز وما حطيتش قرفه على الكبده؟ تفاصيل صغيره يا فاروق، والمعنى كبير والطعم جديد. انا عايز لما ناكل رز بالكبد والكلاوي، كبد وكلاوي طعم تاني، تخش على الرز كده تحت سناننا وتحت اللعاب بتاعنا يبقى طعم تاني، يبقى في تفاصيل في المعلات اللي بناخدها، سواء مع الرز بالقرفه سواء مع الكبد والكلاوي. هو ده المراد من الموضوع. هنقلب كده مع بعض. طعم القرفه مع الرز حكايه. ثانيا وثالثا ورابعا، وجود القرفه مع الرز، دايما الكبده سواء كلاوي او كندوز او ايه متهمه بشويه زفاره، لها ريحه كده، فانا عايز اشيل الريحه دي من قلب الرز، اشيلها بايه؟ بالقرفه. شفت بقى التفاصيل الصغيره؟ ونقلب كده. شويه الرز شربوا الجوسي والتتبيله، وحمصتهم كده وقلبتهم كده اهو، واحط شويه الملح بتوعي. حلو قوي. بص بقى اللقطه دي، بص للجمال ده كده، هو ده. معانا شوربه، شوربه فراخ اهلا وسهلا، شوربه لحمه اهلا وسهلا، بوكيه جرنيه زي اللي معانا ده كده، في بصل وطماطم وفلفل جاهز اهو. يا ويلي، مكان تاني خالص. هو ده. خلص المطبخ. تاني شربيهم كده. بس خلاص ونقلب. الله على المطبخ ده، المطبخ ده جميل قوي يا شيف، انا بعشق المطبخ. شفت شويه الرز بس، واغطيهم واسيبهم يستووا براحتهم خالص، هتلاقي الرز ده واخد طعم تاني خالص. ونشيل ده من هنا ونغطي الرز بتاعنا. نصيحه مني بقى، تعمل الرز بالكبد والكلاوي، رز بالخلطه، شيخ الرز، رز باللحمه المفرومه، اوعى في حياتك تغطي حله الرز غير لما تشوفها بتبكبك قدامك، تهدي النار عليها. ودايما تفتكري الشيف المغازي لما يقول اتقل على الرز لما يستوي. يلا الرز بتاعنا زي الفل على النار، ما تنسوش خلي بالك التقليبه دي كده مهمه. شفت شويه الرز؟ جيب التفاصيل الصغيره دي بالله عليك، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير. شوف شويه الرز، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. هو ده، هو ده. اللهم صل على النبي. طبعا خليكي زي كده في المطبخ، مش عايزك تقفي طول النهار، الدنيا صيام في المطبخ خلي بالك. يعني الحليب بيغلى على النار وبعمل حاجه تانيه، حطيت حله المحشي على النار وبعمل حاجه تانيه، لفيت سمبوسه وحطيتها في الثلاجه وحضرتها وجهزتها اهلا وسهلا، شويه سبرينج رولز عملتهم اهلا وسهلا، وهكذا. نجيب القالب بتاعنا اللي هندخله الفرن، اللهم صل على النبي. بحط هنا يا عم الشباي، هو ده. شفت بقى التركايه؟ ده الشغل بقى الايه الحلو اللي هيعجبك. واخد الكبده اللطيفه دي كده، بنزل بقى هنا كبد وكلاوي، بخلي شويه بحطهم في نص الرز، لان احنا هنقلب الايه القالب ده كده زي الفل. اخد الرز بتاعنا الجميل الحلو ده كده، الله الله عليك وعلى والديك يا راجل يا طيب. بالله عليك بتحبيني؟ بتحبيني يا ست الكل؟ بتحبيني يا امي؟ انا عارف انتوا بتحبوني، والحب ده بيوصلني من خلال الشاشه ومن خلال مقابلتكم ليا ومتابعتكم ليا. اعملي الاكله دي النهارده بجد. مش هتاخد منك وقت. شويه الرز، الكبد والكلاوي في قلب الرز تاني. وانزل كل حاجه
عشان كل ما نضرب المعلقه يطلع لنا الخير. كلوايه دي في النص كده، صاحب النصيب هو اللي ياكلها، اللي يجتهد هو اللي يوصل للنص ياكلها زي الفل. تمام، ناخد بقيه الرز. درجه حراره الفرن عندي 180، هدخله الفرن ده، خلي بالك. الله، ايه الحلاوه دي، اول مره اشوف الموضوع ده يا شيف. لا، والرز طعم، والكبد والكلاوي طعم، وطريقه الغرف طعم، وطريقه التقديم طعم زي الفل. اللهم صل على النبي. ضغطايه كده صغيره اهي، دي مهمه على فكره. اهو اهو، تاني اهو كده اهو، وهدخلها الفرن يا عم الشيف شويه، لسه ما خلصتش. من الزبده تاني مكعبين صغيرين. درجه حراره الفرن عندي 180، ما كترتش زبده ولا حاجه. خلي بالك الكبد والكلاوي ما فيهاش دسامه عاليه، فانا هنا عوضت يعني شويه الزبده دولت عشان تديني دسامه للرز وطعم للرز، والرز يبقى فيه جوسي كده وفيه طعم حلو. عايزة تحط سمنة بلدي أهلا وسهلا، بس الزبدة مع الكبدة أفضل. هنفتح الفرن بتاعنا، درجة حرارته 180. يلا صلي على الحبيب، قلبك يطيب. يلا في قلب الفرن من الوقت بتاعنا تقريبا 15 دقيقة. اللهم صل على النبي. بص عليها كده، بص عليها وصلي على الحبيب. يلا تعالوا نطلع الرز بتاعنا. اللهم صل على النبي. هو ده طبق التقديم للرز. اللهم صل على النبي. حلو قوي يا عم الشيف، تسلم ايدك يا عم الشيف. حلو قوي، نعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما نصلي على الحبيب عشان ربنا يكرمنا. الحمد لله رب العالمين، بسم الله. هو ده، شيل دي كده. جوزك في البيت خليه يعمل الحركة دي، لو الحركة دي قوية عليك يعني. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الجمال والحلاوة دي؟ ايه الجمال والحلاوة دي؟ اذا انت بتعملي كده قولي لي من خلال التواصل معانا على السوشيال ميديا. تابعوا الحلقات بتاعتنا. انا قبل بطلع من مبنى مزبيرو للامانه والله بشوف الحلقه، يعني في سرعه اللي احنا نمسك الحلقه ونظبط الدنيا والمسافات والحاجات والتايم بتاعها، وبتشوفها على طول مباشره على شاشه، على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله ام. ده رز بالكبد والكلاوي معمول بطريقه لطيفه وجميله، البصل الاخضر جنبيك كده، الف هنا وشفا. مش لازم تحط البصل سليم، انا بحب دايما البصل الاخضر بتاعنا جنب الاكل، ودي غدوه حلوه عشان هنبدا صيام بكره ان شاء الله، نتغدى بدري عشان نتسحر بدري، بلاش الغدا متاخر النهارده. يعني اذا كل يوم متعوده تغدي الاسره متاخر مثلا، يعني في ناس بتتغدى الساعه 6 7، لا خلونا المره دي بدري عشان في سحور النهارده ان شاء الله. عينيا، حاضر. نطلع فاصل ولا خلصنا؟ حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. رمضان كريم. حلو الكلام. ده الرز كده.